السلام عليكم. الآلة دي كانت موجودة في المكتبات زمان، وكانت ميزتها إن أنت تقدر تقرا 8 كتب في نفس الوقت، فتحط كذا كتاب وكل شوية تقعد إيه تقرا ده شوية تروح داخل على واحد شوية. طبعا ده حاجة سيئة جدا، الدماغ مش هيركز في الموضوع اللي هو شغال فيه. دي نفس الغلطة اللي عندي وعند أكتر الناس، إن هو بيفتح تابس كتيرة قوي تمام ما غيركوش اللقطة، بس أنا فاتح تابات كتيرة ورا البراوزر دوت، وفي نفس الوقت طب ليه ما تقفلهم؟ يعني خلي واحدة بس اللي انت شغال عليها تخلص تخش على واحدة تانية. لا هو كده تعود، فده بيعمل تشتت. المفروض الواحد عارف ان هو النهارده مثلا هيشتغل في كذا يشتغل فيها لحد ما يخلصها، وبعد كده يفتح حاجة تانية.